This video is freeware, so you can use it as you wish. Gaddafi arrested. Yahoo! شكرا كثير لكم، سامحونا على الإزعاج. ولو اسلموا. بعد 11 يوما في قلب الثورة السورية، كانت العودة إلى دمشق حيث بدا الوقت جامدا، كما لو أن شيئا مما رأيناه يلقي بثقله على النظام. هنا تعلق في كل مكان أعلام حزب الله اللبناني وصور لبشار الأسد وحليفيه الرئيس الإيراني محمود أحمد نجات وحسن نصر الله أمين عام حزب الله، حليفان نظام الوحيدان المتبقيان. لكن لكم من الوقت؟ لكم من الوقت بالإمكان بعد غض الطرف عن الأمل الكبير الذي خيم على البلاد كلها؟ See perhaps also. Info edits, 24th April 2005. After the first and the second contact. See, impossible, these videos. Only 22 days passed. And then?